مرحبا احبابي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا اليوم بخير وعافيه. اليوم بدي اعمل انا وياكم وصفه كتير طيبه ولذيذه من البيض والتانجو. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء بدنا نحط البيض بالجات، كمان بحط تانجو فوق البيض. حطت حوالي كباية صغيرة، ربع ملعقة صغيرة فانيلا، كوب سكر. هذا الكوب بعير فيه كل المقادير، بخفقهم مع بعض. بس خفقتهم بهيدا الشكل، هلا بحط، خفقناهم على سرعة عالية، هلا بحط فوقهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر، كوب ونص طحين. حطينا كوب ونص طحين، هلا بخفقهم على سرعة خفيفة. انتهينا من خلط الخليط، هلا بنحط الخليط بصينية. بسم الله. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الاعلى والاسفل. هلا بحط الصينية بالفرن. هيدا الكيك اخذ بالفرن حوالي 20 دقيقة، لون عن جد كتير كتير روعة وحلو. بحط الكيك على جنب لكفي الكريمة انا وياكم. عندي هون بالجات 140 ميلي تانجو، حطيتهم بالجات قبل بعشر دقايق لتطير منهم الاسيد. هلا بحط كريمة. بخفقهم على سرعة عالية. بس خفقت الكريمة شي بسيط بهيدا الشكل. هلا بدي احط فوقه النشا. بحط ملعقة صغيرة نشا، بحركهم شوي مع بعض. هلا بحطهم بالطنجرة وبحركهم تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد عند الخليط وصار بهيدا القوام، هلا بطفي الغاز. بدي احط الخليط اللي عملته انا وياكم فوق الكيك. طريقة عن جد كتير كتير بسيطة وطيبة وشي جديد اذا لاحظتوا، شي مختلف وجديد. بدنا نزين الوجه الزينة حسب الرغبة. كمان رح احط شوكولا لنشوف كيف طلعت من الداخل انا وياكم. هيدا شكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.